المشروع مؤلف من 4 مراحل. المرحلة الأولى فيها 5 مباني رح يتم تسليمها في الشهر 3 من عام 2019. المراحل الأخرى سيتم تسليمها تباعا بفارق 3 أشهر بين كل مرحلة وأخرى. في عنا مرحلة أخيرة تسليمها رح يكون آخر شيء. الشقق فيها رح تسلم مفروشة بشكل كامل فرش فاخر من شركة فندي الإيطالية. أولى ميزات هذا المشروع هو أنه يحتوي على عدة مباني أثرية. تم تصميم هذا المشروع بحيث يتناغم مع هذه المباني ويستفيد منها. مثلا هذا المبنى المسقوف يجهز الآن ليكون سوقا للأغذية الطبيعية أورغانيك بازار. أما المبنى الذي في وسط المشروع سيحتوي على مطاعم ومقاهي بالطراز الأثري الشرقي الجميل، وفي داخله صالة سينما ومسرح يتسع ل600 مشاهد. وطبعا كغيره من المجمعات الفخمة يوجد مركز رياضي ولياقة بدنية، ملعب تنس، مسابح وغيرها من الخدمات. هنا في هذا الطرف جامع جميل تابع للمشروع ومدرسة، ويوجد أيضا مباني أثرية متعددة. ونشاهد هنا السكة الحديدية لمحطة مترو مرمراي تربط آسيا بأوروبا، لا تبعد عن المشروع أكثر من 50 متر. ويتفرد المشروع بمميزة قلما توجد في غيره، بأن له جسر مشاة من داخله إلى الشاطئ. يعني بعبارة أبسط، لا يفصل بينك وبين الشاطئ سوى 50 متر التي ستقطعها فوق الجسر. اخترنا نفرجكم بالمشروع شقة نموذجية 4 غرف وصالة، تعتبر من كبرى الشقق في المشروع، مساحتها 316 متر مربع، مساحتها الصافية 236 متر مربع. فيها غرفتين ماستر روم، فيها 5 حمامات، وفيها أيضا غرفة إضافية للخادمة. في عنا هاي المسافة 70 سنتيمتر، بتمنحك نوع من الخصوصية خصوصا عند خروجك من الشقة، بحيث أنه جارك اللي مجاورك لا يشوفك. الشقة بنظام ذكي كامل، طفينا الإضاءة في المدخل، ممكن نرجع نشعلها. طبعا المطبخ والصالون وغرف النوم وكلها بالقائمة موجودة من أجل التحكم. ممكن أيضا تنزيل تطبيق الموبايل من أجل التحكم بنفس الطريقة. نحن الآن في الأنتريه في مدخل الشقة النموذجية. على يميني وعلى يساري غرف المنامة، وأمامي الصالة خلفي باب الشقة. مساحة الصالة 57 متر مربع، هي مساحة كتير كبيرة بالنسبة لصالة، وهي توحي لشيئين. الشيء الأول أنه مساحات الغرف والصالونات في المشروع كبيرة، وأيضا بتوحي بفخامة المشروع. ارتفاع السقف هو 290 سنتيمتر. الأرضيات في الغرف عم بتكون من الباركيه والخشب الطبيعي. الممرات، الحمامات والمطبخ رخام فاخر يوناني. التدفئة مخفية تحت الأرض. بالنسبة للتكييف أيضا عم بيكون مركزي مخفي ضمن الكورنيش، بالتالي نحن ما لنا بحاجة لتركيب مكيفات ضمن الشقة. رح نكمل سوا الشقة النموذجية ونشوف فخامة المطبخ من هون على اليسار. طبعا هاي المطبخ يسلم كما هو، ما عدا الميكرويف والثلاجة أو البراد. في عنا هون غسالة الصحون، وفي عنا السخان يسلم، في عنا الفرن، كلهم ماركة ألمانية مميزة. من ميزات هذا المشروع وإيجابياته أنه أتاح للمشتري العزيز خيارين، خيار كلاسيك وخيار المودرن في موضوع التشطيب والفرش. يتجلى هذا الأمر بشكل خاص في المطبخ بسبب أنه يكون المطبخ مفروش بشكل شبه كامل. ومن التفاصيل الطريفة في هذا المشروع والدال على الاهتمام بأدق التفاصيل فيه، أنه عند حنفية المطبخ مركب نظام فلترة بيعطيك نوعين من المياه، إما مياه متاحة للشرب أو مياه غازية. في نهاية المطبخ في عنا ركن طعام إطلالة مباشرة على البحر، ومن هذا الركن أيضا ممكن الدخول إلى الصالة. هاي هي غرفة الماستر روم، غرفة الأبوين الرئيسية. مساحتها كتير كتير كبيرة، 23 متر مربع، بالإضافة لأنه إلها إطلالة على البحر. في عنا حمام كتير كبير، وفي عنا أيضا غرفة ملابس. الحمام فيها دوش، وفيها جاكوزي، وفيها مغسلتين لغسل الأيدي. بهذا الشكل يسلم الحمام، ملاحظ بشكل واضح الفخامة والرخام والاعتناء بأدق التفاصيل.
طالعين من غرفة الماستر روم، على يسارنا المطبخ، في هون خزائن في الحيط على يميننا، في هون عنا خزائن للضيوف وحمام الضيوف، تسلم بهذا الشكل. شوف هذا الاتجاه باقي الغرف. هون عنا غرفة نوم، ممكن تكون غرفة نوم بنات، ممكن تكون غرفة نوم شباب، أيضا مطلة على البحر. الغرفة التالية هون في غرفة منامة تانية، طبعا الغرف مساحتها مرتبة وكله بنفس الطريقة، تدفئة مركزية والتكييف مركزي، أيضا إطلالة على بحر مرمرة. هون عندنا مقابل هاي الغرفة عندنا خزائن في الحائط، هاي كمان تسلم. وهون على اليمين عندنا حمام. أمامنا غرفة الماستر الثانية، مساحتها كبيرة كمان واسعة. منا تدخل على غرفة الملابس، ومن غرفة الملابس إلى الحمام. أخيراً مساحة كبيرة مثل هاي ومشروع فخم مثل هذا أكيد بحاجة لشخص يعتني في هذه الشقة، لذلك كان لابد ولا غنى عن غرفة للخادمة، في طبعاً داخلها حمام خاص. شركة الإنشاء حلت إشكالية الأصوات من خلال العزل المستخدم في الجدران والشبابيك كما هو موضح في هذه النماذج، كما أن النموذج التالي يوضح نظام التدفئة المركزي الأرضي. طلعنا من الصالة على الشرفة، أمامنا بحر مرمرة، ومن ثم بالعين المجردة تشاهد جزر الأميرات. اتجاه اليسار هاي المباني هي بالطرف الآسيوي، قارة آسيا، ونحن بقارة أوروبا، على بعد كيلو متر سور القسطنطينية، سور اسطنبول، يعني نحن في مركز المدينة نعتبر. نحن الآن في البلوك A من المشروع، على يساري بحر مرمرة، خلفي مدينة اسطنبول القديمة ومدخل البوسفور، على يميني إنشاءات المشروع الشغالة بشكل كثيف في كل البلوكات. نحن الآن عند المباني الأثرية اللي حكينا لكم عنها، هي عبارة عن مباني مسقوفة موجودة على امتداد المشروع، حيكون فيها سوق طبيعي. يجري الآن ترميم هذه المباني، جزء من الترميم منتهي هنا، وفي جزء ثاني أيضا تحت الترميم. ليش اختارت لكم امتلاك العقارية هذا المشروع؟ أولاً تقدر تشتري شقة فاخرة وبمساحة جيدة، تشطيبات ممتازة، وبإطلالة مباشرة وقريبة من البحر، وفي مركز اسطنبول، وشبه جاهزة، وبسعر أنسب بكتير من المشاريع الإطلالة على البوسفور. أيضاً ما ننسى إنه المشروع بشراكة حكومية، أي عندك ضمان حكومي على المشروع. إضافة لشراء شقة متوسطة في المشروع ممكن يأهلك للحصول على الجنسية التركية من خلال القانون الجديد الذي خفض الحصول على الجنسية التركية إلى شراء عقار ب 250 ألف دولار. وللاستفسار وحجز شقة مميزة في هذا المشروع يمكنكم التواصل معنا.